استجابة للتوجيهات الملكية السامية وفي إطار المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتقليص أجال أداء الطلبية العمومية لفائدة المقاولات، بادرت الخزينة العامة للمملكة بوضع منظومة الإيداع الإلكتروني للفواتير طبقا للمرسوم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2 ماي 2019. لاستعمال هذه المنظومة يجب أولا اقتناء الشهادة من الصنف الثالث للتوقيع الإلكتروني المؤمن والمسلم من طرف بريد إساين بوكالة بريد المغرب. ثانيا، القيام بعملية تسجيل عبر منصة التدبير المندمج للنفقات للممولين جيد فورنيسور الذي يمكن الولوج إليها عبر الرابط fournisseur.jide.gov.ma. كيف تتم عملية الإيداع الإلكتروني للفواتير؟ أولاً، يتم التوقيع الإلكتروني من طرف صاحب الصفقة للفاتورة والوثائق الضرورية للإشهاد على الخدمة المنجزة أو document d'attestation du service fait بعد نسخها رقمياً على شكل PDF. هذه الوثائق تشمل جداول المنجزات المتعلقة بصفقات الأشغال ما يسمى attachment أو مذكرة الأتعاب المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية ما يسمى note d'honoraire d'architecte أو الفواتير المتعلقة بصفقات التوريدات والخدمات أو التقارير والوثائق المتعلقة بصفقات الخدمات الخاصة بالدراسات والإشراف على الأشغال. ثانياً، يتم إيداع وإرسال الفاتورة الإلكترونية عبر منصة تدبير المندمج للنفقات الخاصة للممولين جيد فورنيسور ليحصل المقاول بعد ذلك على إقرار استلام الفاتورة من خلال المنصة مع تضمين هذا الإقرار رمز الاستجابة السريعة QR والذي يشكل إشهاداً على مصادقة تاريخ إيداع الفاتورة. في حينها يتم إشعار صاحب المشروع أو ما يسمى ميتر دوفراج بالإيداع الإلكتروني للفاتورة قصد معالجتها، مع العلم أنه يتم تبادل إلكتروني للمعلومات بين جميع المتدخلين إلى أن تتم معاينة الخدمة المنجزة أو ما يسمى constatation du service fait من طرف صاحب المشروع عبر التوقيع الإلكتروني أو إصدار أمر بالإداء. وطبقا للمرسوم السالف الذكر، يجب على المقاولات إيداع الفواتير والوثائق عبر منصة جيد فورنيسور وفقا للجدول التالي. ابتداء من 2 ماي 2019 الفواتير والوثائق المتعلقة بالطلبية العمومية باستثناء تلك الخاصة بالدراسات والإشراف على الأشغال والتي تساوي أو تفوق مبلغ 5 ملايين درهم دون احتساب الرسوم. ابتداء من فاتح يناير 2020 الفواتير والوثائق المتعلقة بجميع الطلبية العمومية التي تساوي أو تفوق مبلغ 1 مليون درهم دون احتساب الرسوم. ابتداء من فاتح يناير 2021 الفواتير والوثائق المتعلقة بجميع الطلبية العمومية التي تساوي أو تفوق مبلغ 200 ألف درهم دون احتساب الرسوم. أما بالنسبة للفواتير والوثائق المتعلقة بالطلبية العمومية التي تقل عن مبلغ 200 ألف درهم دون احتساب الرسوم، فإن المقاولة لها الاختيار بين الإيداع المادي أو الإلكتروني ابتداء من فاتح يناير 2022. وفي الأخير، فإن مصالح الخزينة العامة للمملكة تبقى رهن إشارة كل أصحاب المشاريع والمقاولين وكل المتدخلين في أداء نفقات الصفقات العمومية لمدهم بكل الإرشادات والمعلومات عبر